توضيع جسماني وقلب الاستاذ محمد خضري طبعا بوجوده الفنانه نجلاء اختي وابنها طبعا ياسمين زوجة الفنان محمد خضري توضيعي الى مسواه الاخير ارجو له بالرحمه والمغفره ان يرزق اهله الصبر والسلوان. توديع الأستاذ محمد خضر المخرج الكبير وجود الفنانة نجلاء في المسجد المصطفى محمود في المهندسين. الفنان محمد خضر أول مخرج محمد الخارج عمل تسيرة في السينما والمخرجات وتزوج للأستاذة ياسمين تزوج ياسمين ابنة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي اللي كانت متواجدة النهاردة يعني وردة السينما المصرية ومشاركت أعمال كثيرة وأعمال تاريخية في السينما والدراما المصرية يعني تواجدها النهاردة وظهورها النهاردة كظهور خاص يعني أعتقد أن محبيها وكل متابعيها ومحبيها بيتمنوا دايما من ظهورها وبيتمنوها دايما أن هي تكون نشكر حضراتكم على حسن المتابعة ونشوفكم في حلقة جديدة.